كانت بيروت بشطريها تهتز من جراء القصف العنيف الذي طال كل الأحياء السكنية. تمكنت اللجنة السداسية التي شكلتها جامعة الدول العربية من التوصل إلى عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار كانت تنهار دائما في نهاية المطاف. وافق العماد عون على رفع الحصار الذي فرضه على المرافئ غير الشرعية التي كانت تديرها ميليشيات، وأدى إلى تفاقم الأزمة بينه وبين خصومه. في بيروت الشرقية وبعد أول معركة بين ميليشيا القوات اللبنانية ووحدات الجيش اللبناني بقيادة عون، بدأ سمير جعجع يعد العدة لمعركة آتية. لعب العراق دورا أساسيا في تسليح الطرفين خصمي سوريا. في 16 من أيار مايو من عام 1989 دوى انفجار ضخم في بيروت الغربية، أودى الانفجار بحياة مفتي الطائفة السنية الشيخ حسن خالد. اتهمت وكالة الأنباء السورية عون باغتيال المفتي. كان يجي ناس لعندي من قبله ومنهم لجأوا على الخارج ومنهم زبطوا، يمكن حسن وضعهم ظرفيا، رجعوا تركوا لبنان. تركوا لبنان لأنه كان عنده رغبة حقيقية بتسوية الأمور، وكان كل إنسان يسعى لهالتسوية هذه يقتل، يعني منهم النائب نظم القادري قتل. وفي هذا الشهر أيضا انعقدت قمة عربية في المغرب أنهت أعمال اللجنة السداسية وشكلت لجنة ثلاثية مكونة من السعودية والمغرب والجزائر. قامت هذه اللجنة بزيارة الرئيس العراقي صدام حسين ونالت تعهدا بوقف الدعم العسكري لعون وجعجع. وكذلك فقد لعب الفلسطينيون دورا في دعم خصوم سوريا. إنما عون بالنسبة لنا كان تماما كما كانت تفكر سوريا بالنسبة لليمين اللي تعامل مع إسرائيل. نحن بالنسبة لنا عون ضابط وطني لبناني يرفض التعامل مع إسرائيل، ولذلك حري بنا أن نتعامل معه ونسنده لأنه نحن عدونا إسرائيل. طب هم تعاملوا مع إليح بيقة اللي كان جاسوس إسرائيل، ويمكن لسه جاسوس لإسرائيل. بينما كانت المدافع السورية واللبنانية الحليفة لها تحاول خنق بيروت الشرقية بقصف الأحياء السكنية والمنافذ البحرية ومستودعات الوقود، كانت وحدات الجيش اللبناني بقيادة العماد عون وميليشيا القوات اللبنانية تبادلها القصف. دفع آلاف المدنيين الأبرياء الثمن. أصدرت اللجنة العربية الثلاثية في آخر أيام تموز يوليو من عام 89 بياناً اتهمت فيه سوريا بإعاقة عملها. هذا كان تقرير موجه لرؤساء الدول، وأنا أخذته ووديته إلى تونس وطبعناه في نوت تونس ووزعناه على كل الدول الأعضاء، ومن هناك تسرب. كان المفروض أنه ما يتسربش، يعني لأنه يعني كان تقرير داخلي، لكن تسرب. اللي حصل بعد هذا إيش؟ اللي حصل بعد هذا هو أنه يعني القصف اللي حصل على بيروت الشرقية والحصار اللي حصل على بيروت الشرقية والقتال والتدمير اللي حصل من هنا ومن هناك، يعني كان شيء رهيب. الصيف هذاك بتاع، إذا كنت موجود هناك لعلك شفت، يعني كان شيء لا يطاق. واللجنة رجعت إلى عملها نتيجة ضغوط من الداخل ومن من من العرب جميعا. ما فيش دولة عربية، لو تراجع بتاع المنطقة هذه، ما فيش عاصمة عربية إلا وطلعت بيان تطالب اللجنة باستئناف عملها، وما فيش دولة أجنبية مهمة إلا وعملت نفس الشيء. بل يعني أنا أذكر أنه كنت في المغرب والملك الحسن الله يرحمه دعاني إلى اجتماع، لأنه فرنساويين بعثوا له مبعوث خاص يناشدونه بأن تستأنف اللجنة عملها. استأنفنا عملنا، ويعني أظن أنه تبين أن إذا كان
إذا كنا نريد أن نصل إلى حل فلا بد من البحث على حل وسط مع سوريا، وهذا اللي حصل. العرب وأنا بشكرهم أعطيونا الحق في مقاومتنا، وأعلن مسؤولية سوريا عن تجاوزها السيادة اللبنانية وعن طريقة تعاطيها مع لبنان. لكن مع الأسف هالشيء هيدا ما طول أكثر من الوقت يلي كان ضروري حتى يوصل جيمس بيكر من واشنطن على السعودية ليشيلوا هاي الورقة ويحطوا ورقة تانية ويقولوا فيها فلتقم القوات السورية مشكورة بفرض السيادة اللبنانية. كانت واشنطن قد اكتفت. أعلن العماد عون أن واشنطن لا تفهم إلا منطق القوة. أنا اللي قلته كتير واضح، قلت الأمريكان دايماً بيرضخوا وبيفاوضوا يلي بياخدوا من عندهم رهائن. هل ضروري نحن نكون مثل الآخرين حتى يصيروا يحكوا معنا؟ عملتها بشكل تساؤل كتير واضح، يعني ما في لا من قريب ولا من بعيد. ردت واشنطن بإغلاق سفارتها الواقعة في بيروت الشرقية. انقطعت شعرة معاوية بين عون وأمريكا. استمرت الجهود الحثيثة للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب لبنان. شارك البطريرك الماروني نصر الله صفير وقائد ميليشيا القوات اللبنانية سمير جعجع في هذه المفاوضات. في 30 أيلول سبتمبر من عام 89 بدأ النواب اللبنانيون محادثات في مدينة الطائف السعودية بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وافق عون على سفر النواب القاطنين في مناطق سيطرته. فإذن بده ينحطوا بأجواء النواب، بده ينحطوا بهالأجواء هيدي، وأنه إجلاء القوات السورية عن لبنان ببرنامج معين هو أساسي قبل أي إصلاح وأي وفاق بالنسبة لنظرة الحكومة اللبنانية لهالموضوع. بعد نحو 3 أسابيع أقر 62 نائبا لبنانيا اجتمعوا في الطائف وثيقة الوفاق الوطني. وقلنا أنا آنذاك أن على مستوى النكتة أن اتفاق الطائف واتفاق أمريكي بعقال عربي وطربوش اللبناني. أنا بقول أنه دائما النص أفضل من مشي، أنه في بإيدي نص أنا عم بقتل فيه مفروض تحترمه، ولابد أنه يرجع يتعدل ميزان القوى بشكل أنه تفرض احترامه على اللي المفروض يحترموه. شايف كيف؟ لذلك تمسكي وإصراري على اتفاق الطائف، وبعتقد أن اتفاق الطائف أهم بكثير من أنه بس وقف الحرب، لأنه أرسى قواعد وأسس لإمكانية بناء تطوير نظام اللبناني بشكل جيد وتكريس عروبته ونهائية كيانه ووضع أسس لتوازناته الداخلية. شغلة أساسية اتفاق الطائف، فيه أشياء مهمة كثير أكثر بكثير مما هيك بينحكي عنه عبورا. ثارت ثائرة عون. وبناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/11/1989 يرسم ما يأتي: المادة الأولى حل مجلس النواب اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة الثانية تدعى الهيئات الانتخابية. اجتمع وليد جنبلاط مع الرئيس السوري وتطرق إلى تجربة كمال جنبلاط. كان يعلم من خلال تجربته وقراءته التاريخية مع التطرف الماروني المسيحي أنه لا يمكن الوصول إلى حل سلمي إذا لم تستأصل الأنياب العسكرية للتطرف المسيحي، ورددت هذا الأمر لاحقا بعده عدة مرات لدى السلطات السورية ولدى حافظ الأسد بالتحديد، وفي يوم ما أعتقد أيام ميشيل عون قال لي: يبدو أن أباك أن أبيك كان معه حق، يبدو أنه لابد من حسم عسكري. وكانت هذا الكلام أكبر مكافأة معنوية لكمال جنبلاط ولي شخصيا. بعد أيام انعقدت جلسة انتخاب الرئيس اللبناني في بلدة القليعات شمال البلاد.
انتخب رونيم عوض رئيسا. على إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتغلب على آثار المحنة وإطلاق مخططات النهضة. كل ما يجري الآن في القلاعات عمل منافي للدستور وساقط بحد ذاته كأنه لم يوجد. حمل مؤيدو عون جزءا من مسؤولية انتكاستهم هذه لسمير جعجع والبطريرك الماروني صفير، فاقتحموا البطريركية المارونية وأجبروا البطريرك على تقبيل صورة عون. انتقل صفير إلى منزله الصيفي الواقع في منطقة سيطرة سورية. البطرق كان الأب الروحي لاتفاق الطائف. حسين الحسيني أدار قصة الطائف بكثير من الدقة، يعني ذهب إلى البطرق في لبنان هنا، وخصوصا التقاه في الفاتيكان وطرح عليه المشروع، وعندما واستمع إلى ملاحظاته ونقل هذه الملاحظات إلى الرئيس الأسد الذي أخذ بمعظمها، وحضر حسين الحسيني كأب سياسي الاتفاق طائف، وكان عنده مباركة الأب الروحي لاتفاق الطائف يلي هو البطرق، وكان في حارس عسكري لاتفاق الطائف مسيحيا يلي هو سمير جعجع. المعادلة تبعنا كانت إيقاظ الحس العربي والحس العالمي حول قضية عادلة تبين على أنه العدل والعالم شيء آخر يعني بالسياسي. مقابلة جعجع ما كانش مسألة سهلة، وترددت كثيرا وتأخرت كثيرا في مقابلته، لكن في النهاية قلت لنفسي أنه طيب أنت إيش جابك من الجزائر هنا لمقابلة الناس الطيبين يعني في لبنان؟ ما الناس الطيبين في لبنان ما عندهمش مشكلة، أنت جاي تقابل الناس اللي حملوا السلاح، اللي قتلوا إخوانهم، اللي ذبحوا أبرياء، وهو واحد منهم يعني مش. فصحيت الصبح وكلمت طلبت أني أقابله، لكن أشهد أنه في الفترة الأخيرة وخاصة أثناء الطائف الدور الشخصي بتاعه كان دور بناء. أصبح عون في موقف لا يحسد عليه. أحييكم تحية الوفاق وألقي عليكم سلام المحبة وأبادر إلى مصارحتكم. في رسالة واضحة للعماد عون أعلن الرئيس معوض في خطاب القسم أن المصالحة تتسع للجميع. في 22 من تشرين الثاني نوفمبر من عام 89 وفي ذكرى استقلال البلاد أودى انفجار بحياة الرئيس المنتخب خلال مرور موكبه في بيروت الغربية. مجددا اتهمت سوريا عون بالمسؤولية. بعد يومين انتخب مجلس النواب اللبناني إلياس الهراوي خلفا لمعوض. دعا الهراوي عون إلى التنحي. توجه آلاف اللبنانيين إلى القصر الرئاسي في بعبدة مقر عون ورابطوا فيه لأشهر. تمت تسمية المكان بقصر الشعب. كان الموفد العربي الأخضر الإبراهيمي يسعى إلى التوصل إلى اتفاق يوقف القصف المدمر، ولكنه شعر أن خصوم عون كانوا يحاولون تعطيل جهوده. أذكر أنه يوم طلعت من أظن كان في شهر 5 ماي من سامرلاند حيث كنت أقيم إلى بعبدة، وكان يعني قصف مستمر عشوائي في كل الاتجاهات، ولم يكن في الطريق من سامرلاند إلى بعبدة لا إنسان ولا حيوان ولا طير، بس إحنا اللي يعني سيارتين ثلاثة اللي ماشية معي فقط.
فطبعا الواحد يخاف في مثل هذه الظروف لانه تلك قنابل نازله يعني. فالواحد يعني لازم يكون قدري في مثل هذه الظروف. وصلنا لعبده في يومها وقالوا لنا انه كانت قذيفه نزلت قبل الباب عند الباب بدقائق قبل وصولنا. ونحن مع الجنرال عون في كذا قذيفه، مش واحده مش اثنين مش عشرة، اللي سقطت فوق القصر ونحن جالسين معه هناك. والقصد كان طبعا يعني منع التوصل الى اي 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 او حتى منع الحديث، منع اللقاء من ان يتم. لكن في 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 تلك الجلسه توصلنا الى اتفاق على وقف اطلاق النار بالاتصال مع الاطراف الاخرى. في آخر أيام كانون الثاني يناير من عام 90 اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش اللبناني بقيادة عون وميليشيا القوات اللبنانية. كانت هذه بداية ما سميت بحرب الإلغاء، فقد اتهم جعجع عون بمحاولة إلغاء ميليشياته. تبادل الطرفان احتلال المواقع والمناطق، قتل المئات وأصيب الآلاف من المدنيين. انتهت هذه المواجهة بتحجيم العماد عون عسكريا واقتراب جعجع بدرجة أكبر من المعسكر الموالي لسوريا. قام جعجع بتسليم مناطق يسيطر عليها للرئيس الهراوي وأعلن تأييده لاتفاق الطائف وبدا متفائلا بمستقبل البلاد. ما تنساش أنه احنا حتى بعد الطائف في ديسمبر 89 ذهبنا إلى بغداد، يعني الوزراء الثلاثة دول أعضاء اللجنة الثلاثية وأنا ذهبنا إلى بغداد لمقابلة سيادة الرئيس صدام حسين، في يعني كان لاعب أساسي. وبيان من أهم البيانات اللي طلعت عن لبنان بعد الطائف طلع في قمة بغداد في مايو 90، وهذا البيان يؤكد على أن اللجنة الثلاثية مستمر، دورها مستمر، وعلى أنها يعني تتابع تنفيذ أمين لاتفاق الطائف، وأنه يشكل تعمل على إنشاء صندوق لإعادة إعمار لبنان. هذا كله تنسف بعدها بشهرين في احتلال الكويت وما تبعها من ولايات. في الثاني من أغسطس آب من عام 1990 غزت القوات العراقية الكويت. انهمك العراق بتبعات هذا القرار، فخرج من المعادلة اللبنانية وفقد عون آخر مؤيديه في الصف العربي. انطوى هذا الأمر على انعكاسات أخرى أيضا. ثمن المشاركة السورية في حرب الخليج كان ثمنه في لبنان، مقابل المطلب الأمريكي بأن تشارك سوريا في حرب الخليج دفع الأمريكيين ثمنين. الثمن الأول في لبنان، والثمن الثاني بأنه يوعدوا بشكل واضح الرئيس الأسد بمؤتمر مدريد وبإنهاء الأزمة خلال سنة. أيها اللبنانيون، وقع الهراوي قانون الإصلاحات السياسية في البلاد الذي تضمن إعطاء المسلمين عددا متساويا من المقاعد النيابية مع المسيحيين. حاولت الحكومة بذل جهود سياسية مع عون لإنهاء الأزمة. شكرا يا شباب. يوم وقف إطلاق النار في سبتمبر كان يعني العصر قرب المغرب، قلت للإخوان خلينا نروح نشوف وسط البلد، لأنه كان الواحد يمر في السيارة الستائر. ووقفنا هناك وشفت الدمار هذا. قلت لهم يعني شوف إن شاء الله قريبا سيبدأ إعادة بناء لبنان، لكن أنا أتمنى أن كل لبناني وكل عربي يرى هذا المنظر لنرى
ما فعله اللبنانيون في أنفسهم وما ساعدناهم نحن على عمله في أنفسهم. استمر مسلسل الاقتتال المسيحي عندما فتحت ميليشيا القوات اللبنانية النار على تظاهرة مؤيدة للعماد عون، فقتل ما لا يقل عن 25 شخصا. بدأ العد العكسي، أرسلت الحكومة موفدا إلى عون، فتم الاتفاق على وثيقة اعترف عون في بندها الثاني بحكومة الهراوي. تم لقاء ببيت السفير الفرنسي على أثر مبادرة فرنسية إنه نتفاهم نلاقي حل لهالوضع، وكان طبعا في حكومة جديدة تألفت برئاسة الدكتور الحص مع الياس الهراوي. التقينا مع محسن دلول، التقينا مع محسن دلول بالسفارة الفرنسية، وبعدين حطيت مبادئ التسوية إذا بدك تسميها أكثر ما هي شروط، بدنا شروط لأن ما حدا يفرض على الثاني شروط يومتها، ولكن حطينا مبادئ التسوية. هذه الرسالة اللي اعترف فيها برئاسة الياس الهراوي، ولكن هالرسالة هذه ما عرفنا يعني، هذه تسلمت للسفير الفرنسي، كتبت بالفرنسي، كتبها مدير المخابرات عامر شهاب، مضاها ميشيل عون، وقعها ميشيل عون، واستلمها بيير دكاش وسلمها بيير دكاش للسفير الفرنسي. شو عمل فيها السفير الفرنسي من هوليك ما عرفت، ولا قدرت اعرف، وبعدني لليوم ما قدرت اعرف. الرئيس الهراوي بينكر انه تسلمها، والسفير الفرنسي ما قدر لا ياكد لي ولا ينفي انه سلمها، وما قدرت اعرف شو صار فيها الرساله. كان فات السفير الفرنسي علينا وقت عرف انه خلصنا، سالنا قلنا له اتفقنا. انا ما شفته مرتاح، والعماد ما شافه مرتاح لانه استغرب ليش مرتاح. فقال عشو اتفقتوا؟ قلت له اتفقنا على كل شيء. سألوا جد ايه على كل شيء، في جواب انا ببعته معك بكره. على الطريق سالني انه طيب اذا ما اتفقتوا، انا كنت بلغته للعماد انه اذا ما في اتفاق نحن فايتين عليك، نحن سنطلب من القوات السوريه ان تساعدنا لانهاء حالتك، واذا اليوم قلت انت لا نحن فورا الرساله موجوده رح نبعث رساله من قبل السلطه السياسيه. قال ما فيكم، قلت له حنعملها فينا. قال ما بالمجتمع الدولي، قلت له ما في، نحن السلطه الشرعيه، انت مغتصب وبيعتبروك تمرد. فوقت الجايين صار يسالني سفير فرنسا، وصلنا للمتحف قلت له اتفقنا على كل شيء وبدك تجيب منه جواب بكره لنبدا بالاليه. قال طيب اذا ما وافق انتم ما فيكم تفوتوا علي. لا، قال لي شو ما بيقبل مجلس الامن، امريكا، فرنسا، انجلترا، هودي كلهم ما بيوافقوا انه تفوتوا علي. بعدين قلت له لا رح نفوت. قال بس ما فيكم. لا، قلت له حنستعين بالقوات السوريه. قال لي اسرائيل ما بتخليكم. يعني كان فصرت بدي انا اني سفير فرنسا، حسيت انه سفير فرنسا المتشدد. ثاني يوم بعد الظهر اجى سفير فرنسا بلغنا الرفض، اللي أنا بعتقد هو اللي أنه بالرفض يعني. أعلن كل طرف أنه سلم الرسالة للطرف الآخر. اختفت الرسالة. اجتمع مجلس الوزراء اللبناني. سليم الحس كان رافض لعملية عسكرية بالبداية كان يعني بمجلس الوزراء كان معارضا خوفا من إراقة الدماء، يعني كان ما بده يحط على دمته إراقة الدم. هو وزير الدفاع ماذا فعل؟ أنا كنت موافق، وأنا كنت مطالب بهذا الأمر، وأنا اللي كنت يعني وراء طرح الحصار، فكرة الحصار واستمراره، وبالتالي إنهاء الأمر بأسرع وأقل كلفة ممكن. وبالواقع لولا خطأ حصل لكانت مرأت هذه الحرب بدون حتى ولا قتيل واحد، وإنما اللي صار في يعني مجزرة نتيجة خطأ عدم التبليغ، وبيتحمل جزء كبير من مسؤوليتها أيضا ميشيل عون بعدم تبليغه وبتأخره وبتأخيره إعلان تسليم إميل لحود، وعدم تبليغ جبهة سوق الغرب
انه توقف القتال. انتهى كل شيء في 13 من تشرين الأول أكتوبر من عام 90. صدر الإذن الدولي فأغارت طائرات من سوريا على معقل عون قصر بعبد الرئاسي. اجتاحت القوات السورية وألوية لبنانية موالية لحكومة الهراوي المنطقة الشرقية. احتل الجيش السوري القصر الرئاسي ووزارة الدفاع وتمت مصادرة مئات الملفات اللبنانية السرية. اعتقل ضباط موالون لعون ونقلوا إلى سجون سورية. لجأ عون إلى سفارة فرنسا ومن بعدها إلى منفاه الفرنسي. سقط الجنرال. مشكلة عماد ميشيل عون أنه اعتقد أن الحل هو ميشيل عون، أي أنه شخص أن المرض داخلي وخارجي، ولكن الحل داخلي وخارجي. هو أيضا واجه سمير جعجع وكان سيواجه السياسيين اللبنانيين مسلمين ومسيحيين، فهو ذو عقلية تغييرية وهو فاوض سوريا، ولو وافقت سوريا معه لاستعان بها لفرض حله في الداخل. وهذه نقيصة كل السياسيين اللبنانيين منذ بدء التاريخ حتى الآن، منذ الأمير بشير الشهابي وقبله الأمير فخر الدين، الاستعانة بالخارج للتغلب على صديق أو أخ أو حليف أو خصم في الداخل. بعد أيام من سقوط عون اغتيل داني شمعون نجل الرئيس الراحل كميل شمعون وزوجته وطفلاهما في منزلهم في بيروت الشرقية. سمع أصغر أبناء شمعون وكان يبلغ من العمر 4 أعوام يصرخ لا 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 قبل أن يرديه أحد القتلة. بعد سنوات أدين سمير جعجع باغتيال شمعون وعائلته واغتيال رئيس الوزراء رشيد كرامي وتفجير كنيسة. أصدر القضاء اللبناني حكما بإعدامه، خفف إلى السجن مدى الحياة، حيث ظل جعجع يقبع إلى ما بعد بداية القرن 21. بجرائم مثل هذه لا تحدث، الجرائم هذه بقرار على مستوى سمير جعجع، هي بيكون جاي فيها إذن، والإذن سمير جعجع يمكن تأخر حتى يفسح عنه ليحمي راسه، ما صدق إنه الجهات المتورطة معه ممكن تتركه يتحكم فيها هيدي، وحس حلو إذا بدي أقوله صار إيديني لإله وما راح تأخذ بعين الاعتبار، بدي تجرمه أكثر. بس جرائم مثل هيدي ما بتصير على مستوى سمير جعجع. طيب هالشيء خفي علينا نحن اللبنانيين، خفي على أجهزة المخابرات الدولية. تعرف مين قتل رني معوض؟ طيب بدي أقول لك أكثر من هيك، مين قتل سماحة المفتي ببيروت؟ مين قتل محمد الشاير؟ مين قتل كل الجرائم اللي ارتكبت بالمنطقة السورية لم تكشف عنها ولا أي جريمة؟ طيب هذيك حلال الجرائم؟ بتشوف إنه هون جريمة سياسية ارتكبها العنصر المسيطر. اعتبر كثيرون أن الحكم سياسي الأبعاد لارتداد جعجع عن اتفاق الطائف ومعارضته لسوريا، فيما تبوأ قادة الميليشيات الآخرين مراكز رسمية. كان في مقولة مسيحية تقول أنه سمير جعجع أسقط ميشيل عون ووافق على الطائف الذي لم يوافق غير مقتنع به حتى يكون وزيرا. الحقيقة هاي كانت تؤلم جدا لسمير جعجع، انه هو مش صحيح انه عمل حربه مع عون، هو بيعتبر انه عون فتح الحرب عليه، ولا هو وافق على الطائف ليصير وزيرا، كان معتبر انه الطائف هو اقل الشرور، واراد ان يثبت انه مش صحيح هو واجه عون ووافق على الطائف حتى يكون وزيرا، فتحفظ في المشاركة في الوزارة أولا وثانيا، لم تفهم السلطة هذا التحفظ، سوريا فهمت هذا التحفظ أنه خروج عن الطائف، والسلطة اللبنانية فهمت هذا التحفظ بأنه خروج من السلطة، وبدأ سمير جعجع بحسابات خاطئة لأنها فقط نظرت إلى
وضعيته هو والمسيحيين. يعني سمير جعجع بعد الطائف وبعد سقوط عون كان همه الوحيد كيف يحافظ على مصداقية لدى المسيحيين. هذا جزء من الصورة. كتير حط جهده بهذا الجزء من الصورة، نسي الأجزاء الأخرى. الآخرون حاسبوا سمير جعجع على كامل الصورة. كان يعتقد أنه إذا جرى الهجوم على العراق فالعراق سيهاجم إسرائيل، ستحرج سوريا والدول العربية الثانية وستنضم إلى العراق في الحرب ضد إسرائيل، وطبعا كان يتوقع داخليا ستهزم سوريا من قبل إسرائيل وسيعاد توازن محلي. أنا قلت له يا دكتور، هو لم يقل أنه ستهزم سوريا، بس كان يقول طول بالك في بعض التطورات. أنا قلت له يا دكتور سمير اقرأ جيدا، سوريا الآن جزء من تحالف برئاسة أمريكا، تقوم بتغطية دخول القوات التحالف إلى العراق، وسوريا الآن هي المشرفة على الحل في لبنان. كيف هل تعتقد أن العراق ستهزم أمريكا؟ قال لا، بس سوريا ستهزم. كيف؟ الأمر الذي دفع بأحد المشاركين في الاجتماع وهو أحد أركان القوات اللبنانية، كان رئيس أركان القوات اللبنانية نادر سكر، إلى التطلع بالحكيم والقول بلهجته البشرانية من بشري. يا حكيم أنا ماني فاهم، ما عم بيدخل بمخي. جورج عم بيقول لك أمريكا بتحالف وداخلي بدها تضرب بالعراق، وسوريا جذبت تحالف مولج لها الوضع اللبناني، بتقول له بدها تنهزم كيف؟ قال له لا لا لا، شو بفهمك. إما سمير جعجع لم يكن قارئا ذكيا لهذه النصوص، وإما كان يناور، في الحالة الثانية خطأ. كان يقتضي أن يأخذ اتفاق الطائف كما هو ويمشي فيه حتى النهاية ويشارك في السلطة، هذا فول سياسي يسمى فول بالرياضة، قراءة خاطئة للاتفاق وخلفية اتفاق الطائف وماذا يعني اتفاق الطائف، والذي يتمتع اتفاق الطائف بغطاء دولي وعربي هائل من سوريا إلى السعودية إلى مصر إلى مجلس الأمن. مثل هذا الاتفاق التعامل معه لا يجوز بهذه الخفة. دفع ثمن الاتفاق طائف مرتين، مرة عندما دخل به، ومرة فواجه ميشيل عون والوضعية المسيحية، ومرة ثانية عندما حاول أن يتحفظ عليه إرضاء للمسيحيين فدخل إلى السجن. دخل الجيش اللبناني سائر أرجاء بيروت، أزال الحواجز وفتح الطرقات. طيلة 15 عاماً تواجدت على أرض لبنان قوات سورية وإسرائيلية وفلسطينية وإيرانية وأمريكية وبريطانية وفرنسية وإيطالية وقوات حفظ سلام عربية ودولية. أقول كما يقول الاعتراف المسيحي، لقد أخطأنا وأخطأ كل منا بالاستعانة بالخارج، أما استعانتنا بالصديق فخطأ واستعانة غيرنا بالعدو فخطيئة، فلنقلع جميعا عن ذلك لنبني علاقات داخلية على قاعدة وطنية لبنانية سليمة في منطلقها عروبة لبنان كخيار داخلي لا كتعريب خارجي تمليه نسبة قوى إقليمية قد تختل فتختل معه العروبة. بدأ الدور السوري في لبنان بتدخل عسكري عام 76 لإنهاء الحرب، وانتهى عام 90 بنفوذ دون منازع. كان هناك أهداف ليس فقط لبنانية من تدخل سوريا، كان هناك كذلك أهداف سورية يعني، وهو ما ظهر بوضوح تباعا. طبعا هناك حد معين من قلة الصراحة في الخطاب اللبناني حينما يتناول في تحليل الدور السوري، يعني الناس تتفادى وتتحاشى
النقاش في الأمر الواقع. يعني سوريا تقريبا في لبنان تحالفت مع الكل وضربت الكل. لربما استمرت الحرب إلى يومنا هذا لو لم يطرأ تطور إقليمي ودولي حاسم مكن سوريا من أن تحقق أخيرا طموحها بأن تصبح هي في لبنان القوة المسيطرة المعترف بها دوليا، وهذا هو ما وضع حدا للحرب. لم يتم اتفاق الطائف في جدولة الانسحاب، وهلأ بقول لك هوني في كتاب وجهته 29 تشرين الأول للرئيس ميتيران على أثر مقابلة مع السفير، طلب مقابلتي، قال لي أنت قتلت حتى السوريين ينسحبوا من لبنان، وهلأ أتني الطائف بيقول بعد سنتين بالتوافق مع الحكومة اللبنانية بفل السوريين، فإذا حققت هدفك ليه ما بتوافق على الطائف؟ والإصلاحات الدستورية أنت قلت ما بتهمك، قلت له مزبوط، بس انت ساعدت السفير عم تحكي كممثل دولة قانون وحقوق بتحترم مواثيق والمواعيد، بس نحن ما فينا نعمل سياسة ونشيل من ذاكرتنا التجربة التي نعيشها مع السوريين. السوريين لن يتقيدوا بأي ميثاق وبأي اتفاق وبأي وعد. في أيار مايو من عام 2000 انسحبت القوات الإسرائيلية من لبنان بعد احتلال دام 22 عاما. For Israel, the whole episode is a tragedy. كانت هذه التجربة برمتها مأساة بالنسبة لإسرائيل، لأنها حاولت تحقيق ما هو مستحيل في الجانبين السياسي والعسكري. حاولنا التوصل إلى سلام مع لبنان، حاولنا عدة مرات، إن لم يكن سلاما فما هو دونه بقليل، وفشلنا. وبالتأكيد هذا شيء سيعتبره المؤرخون فشلا، أنا أعتبره مأساة. فبعد انتهاء حرب لبنان فقد الجيش الإسرائيلي 260 قتيلا، وفقد جيش لبنان الجنوبي 500 قتيل. المسألة برمتها من المنظار التاريخي مأساة. أعلن العالم انتهاء حرب لبنان التي بدأت تحت عنوان الحرب الأهلية لتتوسع وتشمل عند نهايتها مقولة حرب الآخرين على أرض لبنان. مع الأسف ليس صحيحا أنها كانت حرب الآخرين على أرضنا، بمقدار ما كانت أيضا حربنا اللبنانية، وأننا نحن اللبنانيين يمينا ويسارا كنا أكثر تطرفا من الذين دعمونا من الخارج، أكان ذلك إخوة لنا كالفلسطينيين والسوريين أو أعداء كإسرائيل. نعود إلى السؤال الأساس، إلى القضية المركزية الأولى، أين يقع لبنان في خارطة الشرق الأوسط؟ ما هي هوية لبنان؟ هو عربي، هو غربي، هو مسيحي، هو مسلم، هو إسرائيلي؟ هذا هو السؤال الاستراتيجي. هذه هي تلك الثنائية التي حتى الآن لم تحسم، لم تحسم عام 43 عندما قالوا أن لبنان ذو وجه عربي، لم تحسم حتى في اتفاق الطائف عندما قالوا أن لبنان هوية لبنان عربية، لكن أصروا على الكيانية النهائية للبنان. لم تحسم في الثقافة، في التدريس، في التعليم، حسمت فقط في شيء معين واضح نتيجة التدخل السوري ورعاية سورية، هي عقيدة الجيش. أخيراً الجيش اللبناني في منشوراته، في بياناته، يقول العدو الإسرائيلي. في الماضي لم يكن الجيش اللبناني ليردد هذا الأمر، كانت عقيدته معادية للعرب نتيجة النظام. لكن حتى هذه اللحظة لبنان مثل ما هو لبنان؟ تجمع قبائل وطوائف وشتات، لم تحسم بعد الهوية النهائية. لبنان يمثل معادلة دولية حديدية، حيث كنت أتصور ولا أزال أن لبنان في وجوده السياسي كدولة في المنطقة قد يكون أقوى دولة في المنطقة، على الأقل في الواقع العربي.
ولعل الدليل على ذلك هو أن 17 سنة من الحرب لم تستطع أن تسقط النظام. الحرب الأهلية عادة تنتهي بشكل حاسم وتنتهي بتغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية في البلد الذي تجري فيه. قد يتفتت هذا البلد ويتمزق مثل ما حدث في الحرب اليوغوسلافية مثلا، قد يتحول إلى بلد مختلف تماما عما كان عليه في السابق مثل ما حدث في نتيجة الحرب الأهلية الإسبانية. احتاجت إسبانيا إلى 50 عام للتخلص من أثار الحرب الأهلية التي درت فيها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. بينما في لبنان نرى أن الحرب الأهلية أدت بالبلد إلى حيث كان بدأ، انتهت وكأنها لم تحدث، على الأقل فيما يتعلق بنتائجها السياسية المباشرة على الوضع في لبنان. يعني لا التركيبة السياسية في البلد تغيرت فعلا، لا التركيبة الاجتماعية تغيرت، لا الوضع العام للبلد تغير. كل ما حدث في البلد أن البلد دمر، اقتصاده دمر، وضعه الإقليمي دمر، كيانه تقريبا دمر أو استوعب أو يعني آل إلى الزوال، وفي الوقت نفسه لم يتغير شيء. في الحقيقة لم ينتصر أحد من اللبنانيين، انتصرت بعض المبادئ وبعض القيم وبعض العبر إذا استطاع اللبنانيون أن يفهموها، أما إذا استمروا ينظرون إليها نظرتهم السابقة فالكارثة آتية حتما. إذا اعتقد فريق من اللبنانيين أنه انتصر وبدأ يمارس كما مارس الفريق الذي يعتقد أنه انهزم، نكون قد انتقلنا من الشكوى من تسلط ذو سمة مارونية إلى تسلط ذو سمة إسلامية. وتعرف أنني لست طائفيا بل أستخدم التعبير الشائع في البلد، ما حدا خرج منتصر، كله خرج خسران، واللي منتصر اللي اعتقد حاله منتصر شايف حاله هلأ مش منتصر، واللي اعتقد حاله مغلوب هلأ شايف حاله غالب. والمشكلة كلها سوا إنه ما في حدا انتصر، حتى الوطن ما انتصر. في حرب لبنان جن جنون البشر، قتل لبنانيون لبنانيين لا لسبب سوى لاختلاف دين القاتل عن دين القتيل. في حرب لبنان ارتكبت كل الطوائف مجازر ببعضها البعض. في حرب لبنان اقتتل أبناء الطائفة الواحدة. في حرب لبنان قتل عشرات الآلاف في صراعات ميليشياوية وإقليمية ودولية. في حرب لبنان أريق الدم البريء المسيحي والمسلم، فامتزج دون فارق ودون هدف ودون جدوى. في حرب لبنان دمرت البلاد وأزهقت أرواح 150,000 إنسان. هذا اللي قدرنا عليه، هذا اللي قدرنا عليه. وبذكر أنه بعد الطائف أحد الإخوان الشبان من جماعة عون يقول لي إيه أنتم جبتونا السوريين، قلت له إيه والله، يعني ما السوريين كانوا في شو اسمه في حلب وإحنا رحنا جبناهم لبيروت، السوريين موجودين، احنا وقفنا حرب. وبعد يعني كان تقولوا انا الان ممكن اتنقل في سياره وحدي يعني بين، وانت ايضا ممكن تتنقل وممكن تروح تشوف اصدقائك في المنطقه الغربيه اللي ما كانش ممكن. طيب الان الدور عليك، يلا ابني بلد كويس.